14 فبراير 1962 هربت من حبس تاع باستيا. هكذا ما كانش كان يطلبوا علينا الكواغط على خاطر ستان ديبارتمون. جاتني سهله، عاونوني برا لافوكا ديالي مارسيل مارفيل عطاني شويه دراهم وهربت بالطياره. عند جاك تيري قعدت شهر حتى لتماك وين اتفاقية تاعت إيفيون سمعتها. أنا كان نار شعل فيها في وقتاش اتفاقيات إيفيون، كنا ننتظروا فيهم بدقيقة دقيقة ليل ونهار، كنا نتبعوا كيف هالاتفاقيات. كي جت كي الحق مضاو ما نخبيش عليكم، طحت بالبوكا. كانت صعيبة تكوني وحدك مع شي ناس ما تعرفيش، لا والديك مازالهم حيين ولا العائلة محية، بس ما كانش عندي أي حاجة أي خبر. هذاك الوقت ما نجمش ننساه. الحمد لله على كل عين، كي نشوف نتيجة نقولها معليش. وزيد زيادة على هذه، كي من بعد تفكرت الحمد لله الحمد لله، ولو 3 شهور تاع العذاب اللي لا في الدنيا لا في اخره ما نسمح لهمش اللي عملوا فيا، نقول لهم الحمد لله ما هدرتش. هذه هي جات لي، هذه جات قدام. الحمد لله شديتي وما هدرتيش، هذه هي. ومن بعد لابد اول حاجه قلتهم ندخل الجزائر بالخف، غير يمضي وندخل نشوف الكارثه اللي عملوها في دارنا، على خاطر ما كانتش حاله زينه. دخلت بواحد الكواغط ماشي جاولي مزورين ودخلت للجزائر. الحمد لله بابا كان مازال حي، يما اللي كانت الثانية كانت في المعتقلات الثانية حية، اخوالي عمومي خلانا كاع شهداء. والحمد لله قلت لهم هذا النتيجة تاع 7 سنين تاعت جهاد وحشي، التكسير والتدمير واللافام وتقتيل جماعي اللي زي والوان والدنيا. الحمد لله قريتها في الجزائر الاتفاقيات، تما مازال في هذاك الهول، في هذيك الفرحه الكبيره كبيره كبيره بالدموع. كنا غير نتبكاو، والخيات كانوا يخرجوا من الحباس، وكنا نتسلموا، غير البكا غير البكا غير البكا.